السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هون في الأطباء الصحية السعودية في ألمانيا، مشروع جديد من أعراض. اليوم نستضيف زميلنا الصيدلاني والفيليال لايتر محمد نعسان، نحكي على تيما مهم كثير، هي موضوع الـ OMS. أول شيء أرسي عليك أبو محمد، كيفك؟ أخبارك؟ مساء النور. أهلا عمار، الحمد لله تمام، كيفك أنت؟ والله الحمد لله تمام. الحمد لله العالمين. طيب هلا نحن اليوم محاضرتنا او خلينا نحن دائما فيبينارات، كل قاعده يقرب للبودكاست، بس نحن لما عملناه من زمان كان اسمه دائما فيبينار، لانه بلشنا نحن الموضوع من 3 سنين بس ما كان البودكاست كلمه ترندي صح التعبير. والله طيب اليوم موضوعنا عن الكو ام اس او Quality Management System. تعطيك مقدمة صغيرة عن شنو نحكي اليوم عن الأسئلة وبلش موبيلتي. تماماً. هلا في كتير ناس يعني بتسمع عن موضوع الكو ام اس، هو كمصطلح يعني عام نظام لضمان الجودة وتحسين الجودة بالمؤسسات، سواء كان بصيدلية ولا كان بمشفى أو بأي مؤسسة أو بتريب. يعني هالشيء وعري بيكون أساسي بكل الصيدليات بألمانيا، لازم يكون موجود ولازم يكون يعني نخ فايس بار، إنه دوما يكون موثق. يعني مجموعة من الإجراءات يعني الهرمية بدنا نقول، اللي لازم واحد يتابعها يوميا أو أسبوعيا شهريا وحتى سنويا، يعني لضمان الجودة ضمن الصيدلية. طيب هو هلا نحن نعرف انه لما بنقول هالامور دائما بتخطر لنا منشآت كبيره، مصانع يعني انتظامه كبيره. طب ليش الكو ام اس موجود بالصيدليه؟ لاحظوا هذا المصطلح شوي غريب علينا، لانه احنا لما كنا بسوريا يعني المهنه عموما هي كلها ابسط بكثير، فما بتلاقي في شيء اسمه كو ام اس، يعني عرفتوا هذا المصطلح ليش موجود بالمانيا او بعض الدول وشو بيضل اكثر عقلي عملي، يعني الصيدلية هو موجود؟ طبعا لان الجودة تبع عمل الصيدليات هون كتير مهمة. يعني هلا نحن لما بندخل هون على الصيدليات، اول شيء اذا دخلنا كزبون يعني ضمن الاوفيسين، واذا دخلنا كفاخمان دخلنا لجوا، نحن يعني على البتريك من جوا، سواء باللابور سواء بالبيكي بغاش ولا بالبيغو ولا كذا، فنحن بكل الأقسام بنلاقي في مستوى معين من الجودة، مستوى معين من العمل. صراحة ما ممكن نقارنه، يعني هون القوانين مضغوطة أكثر، بدنا نقول في ملاحقة في كنترول، وهالشيء هذا يعني معروف هون البيهوردة. يعني كلياتنا يعني بالصيدليات عندنا الامس ابوتيكر او الامس ابوتيكرن اللي دائما بيعملوا لنا يعني بزوخن، وهي الشغله يعني موجوده سنويا بكل الصيدليات. تمام. يعني انت قصدك انه مشان الجوده لحتى ما يصير مثل مثلا ببلاد بالاسف، يعني انت مثلا تدخل ممكن تلاقي صيدليه فيها دخان، ممكن تلاقي صيدليه ثانيه المطبخ هو تقريبا عند فورد، عارف شلون؟ المقابل كمان كثير نظيف، يتوحد شكل الجودة، يعني يتوحد يكون كل طريق كله في مستوى أدنى على القليل من الجودة، فعلي هون الكو ام اس هون يعني ممكن شيء بالقبيل هون. تماما. يعني وحتى الكو ام اس يعني ممكن واحد له عدة مستويات، في حد أدنى لازم كل الصيدليات يعني تلتزم فيه، وفي شغلات تانية ممكن واحد يحسنها بالصيدلية، يعني بتختلف من صيدلية للتانية، بس هي أكيد مو فليشت يعني. طيب هلا معنا بيجي السؤال يلي بعده يلي الأهم بقى. هلا نحن في يعني في عدد لا بأس من الزملاء، الكلمة الكوم اس بالنسبة لهم هي شوي بحسوا مصطلح نظري ما دخلوا له، لأنه الكوم اس العادي اللي بيهتم فيه يا بكون صاحب الصيدلية يا بكون الفيليال لايتر، يا بكون الكوم اس بي أو كارتر، يعني هو غالبا بيكون الفيليال. ففي ناس الصيدلية بيشتغلوا يعني كصيدليين بس كأبوتيكر، في منهم كثير ما عندهم مهام بالكو ام اس، وهن ما بيحبوا اصلا يدخلوا له، لانه اصلا المصطلح ده مش بعينهم من لما كانوا بالجامعه مثلا. فالمصطلح عباره عن شغل دائما بتنقال كثير، بس هن ما بيعرفوا عن جد شو معناه. فبيجي هون السؤال الحالي،
هو لما نقول احنا كيو ام اس، هل احنا نقول مثلا مثل فورمولار على ضغط من عبيه وكل واحد بيحط في صيدليه كذا، ولا هي اصلا تعاد صياغتها على حسب كل صيدليه؟ طب هي وين تعاد صياغتها؟ هل هي وراء؟ هل هي موقع على النت بورتال تفتحه؟ هل هي يعني عمليا لما انا طب ده اصير انا كيو ام اس او ستارتر بشوف ولا شو؟ هي تتساوى مره في العمر ولا انتوا قصدي؟ يعني خلينا هلا نحن ندخل عن جد بدنا هذا المصطلح نفككم وشوفوا يعني كيو ام اس اذا واحد بده يصير هو يلي يشتغل عليه. فاحكي لي شو هو وشو هن الامبيتر اللي هن بيقدموه، عرفت كيف؟ من هيك الخطوه الاولى في موضوع الكيو ام اس. تماما، مثل ما تفضلت عمار، يعني في كثير من الصيادله هون لما بيدخلوا نقول ابروبيرتي جدد يعني عم يدخلوا على جو الشغل، فمصطلح الكيو ام اس عندهم عم يكون يعني شيء مجهول، ما بيعرفوا انه هل هو شيء صعب شيء سهل شو هو اساسا، يعني لانه ما متعودين عليه. بنقول مثلا خلال الدراسه بالجامعه انه هو يعني براكسس، يمكن جماعه اللي راحوا على الاندستري هاي الشغله عندهم تكون واضحه اكثر يعني من الاوفنتلي شيء ابو تيكي. الكيو ام اس يعني هو نظام قلت لك اجراءات هرميه دوما كل صيدليه يعني لازم يكون موجود فيها الكيو ام هاند بوخ، اللي هو نظام عمل الصيدليه من الالف الى الياء. وهذا الكيو ام هاند بوخ لازم يكون موجود بكل صيدليه، ممكن يكون على شكل كتاب او على شكل الكتروني ديجيتال. طبعا هذا موضوع الاي كيو ام هاند بوك صار جديد، يعني يمكن من سنتين بلشوا فيه الابوتيكا كامر يعمل له انبيتن ممكن واحد يشترك فيه، فصار انه عباره عن يعني صيغه هو عفوا هو الشغله الجديده صار النقابات يحطوه على صفحته. ما كانت هيك صح؟ تماما، اي شغله جديده ما كانت موجوده قبل، كان عباره كله عباره عن ورقيات صفحته. طب هو يعني بتفكير شخص لمستمع. طيب هلا هون لما نحن بنقول ورقيات، هل في ورقيات جاهزه يعني موقع او تشتري ولا هي اصلا الكلام هو ورقيات وصار بحسب انت يعني عارف كيف؟ او ورقيات او حتى على موضوع الامبيتر يعني كلام التكست موجود جوا. في صديق من بعث لي مثلا سؤال قال لي عندك شيء بي دي اف اللي هو الكيو ام اس تعرفه؟ هو مفهوم لانه انه هو مثل يعني شغله وفيها فراغات معينه شو مثل بريفيكاسيون بتعطيها انت هي شخصيه لك. فهو لما نقول احنا الكيو ام اس كان ورقي او كذا، النص نفسه هذا هل هو نص جاهز موجود تشتريه نص اصم وانت بتعطيه، ولا هو اصلا يصاغ لك؟ هلا الكيو ام هاند بوخ في يعني لينيا عامه فيه بتكون مشتركه بين الصيدليات كلها طبعا، لكن لازم دوما ينعمل لها اند باسنج لكل صيدليه. بنبلش من الرويمه، يعني الرويمه تبع كل صيدليه يعني البشرايبنج تبع الرويمه بيكون موجود حتى بالكيو ام هاند بوخ. لازم كل هالمعلومات تتعدل على حسب كل صيدليه، وبالتالي نحن يعني ما في عندنا كتاب موحد لكل الصيدليات ولازم يكون موجود بكل الصيدليات. هلا المحتوى كعناوين وكمواضيع طبعا مشتركه بين الصيدليات، بس كيفيه تنفيذ ووصفه تختلف من صيدليه للثانيه. لذلك عند تاسيس الصيدليه سواء كانت هابت ابوتيكا ولا فيلياله، لازم واحد يعمل يعني كيو ام هاند بوخ خاص بهي الصيدليه. هلا كيف واحد ممكن يعمله؟ عن طريق شركه غالبا، يعني هي بتستلم الموضوع، بيجي مثلا انهابر او اللايتر بيشوف انه هو شو في عنده معطيات اساسيه بالصيدليه، بيحكي مع الشركه انه انا عندي هيك، انا شو اللايستنج اللي بقدمه بالصيدليه. يعني في صيدليات بتعمل هاين بليفرونج، في صيدليات بتعمل فربليستان، في صيدليات لا، وهذا الشيء كله لازم يتعدل بالكيو ام هاند بوخ. يعني في شركات طبعا انه بتستلم هالموضوع وبتاخذ المعلومات من الصيدليه وبتعمل يعني فيرتشتلونج للكيو ام هاند بوخ. طبعا هذا الشيء طبعا لازم يكون عليه كنترول من الانهابر بالهابت ابوتيكي ومن الفيليال لايتر بالفيلياله، لانه المسؤول الاول والاخير عن الكيو ام هاند بوخ هو الانهابر او اللايتر. طيب هون بيجي سؤال بعد اذنك، هذا الكيو ام اس انا بفهم انه الشركه
هي يلي بتسيب البدايه، انه في فورم تعطيك المعطيات، فهي بتلطف لك النص حسب ما انت يعني، مثلا نص صدريه بتساوي مثلا انفو لك جوا صدريه او الكريبت، عرفتوا؟ فهي بتكون مكتوب فيها كو ام اس غير ما بتسوي. طيب الشركه ممكن تسوي لك بالبدايه الفورمولي هو، فبتعطيك الكو ام اس تبعك. طيب ليش في صدريات كثير انا شركه مسكت لي الكو ام اس كلها، فدائما بتحدث لي اياها ان كان انه جاني بعدين، بس مع ذلك يعني ليش يكون هذا الموضوع بده شركه؟ انه انا ما بحكي عن البدايه، البدايه طبعا بدها، بس الاستمراريه كل سنه شو ممكن تعمل لك الشركه كل سنه؟ هل هو اللايف توم الجديد قلت لك اياه، ولا هي اصلا بتخلق افكار؟ فهو ليه في ناس بيمسكوا لك الكو ام اس شركات، قصدي ما يكون بس اللايف توم وكريمتين بعتوا له السلام. تماما. هلا الموضوع بيعتمد انه هل الانهابر او اللايتر عنده القدره او عنده الوقت لحتى يستلم هاي المهمه؟ يعني انه هو لازم يدقق على كل التفاصيل، على الشغلات اللي عم بتصير بالصيدليه، اللايستونج الجديده اللي عم تدخل على الصيدليه، هل هو عنده الوقت انه يحدث الكو ام سيستم، ولا انه لا انه هو راح يعطي هاي المهمه ل كو ام باوف تراكتر اللي هو راح يشتغل لك شغلك، بدنا نقول مقابل طبعا الكوست اللي راح ياخده يعني. فهو يعني ممكن انت تسلمها لشركه، ممكن تساويها لحالك، هذا القرار عائد لك. بس حتى لو سلمتها لشركه لازم انت تكون عارفان المحتوى، لانك انت المسؤول الاول والاخير عن الموضوع. شو الكلمه المضافه لو عملتها شركه؟ وفي ناس كده بيعملوها عن شركه فعلا، يعني هي بس توفير الوقت والجوده في الـ يعني الاكتوال زيرو، يعني ما هي القيمه المضافه؟ ليش واحد يعمل هيك فعلا يعني؟ والوقت وين كان؟ هلا بموضوع انه انت تغير بالكو ام اس عندك سنويا، هو عباره عن فليشت. انت اي شيء صار عندك دين سلايسنج جديد بالصيدليه، اي تغييرات حتى على مستوى البيرسونال، حتى على مستوى صحه البيرسونال، ممكن مثلا في حدا مثلا بي تي ا بي كي ا صارت شوانجا، بدك انت كمان تبعت على البتريبس ارت، عند هذا الشيء كله لازم يتعدل بالكو ام اس عندك، فهو فليشت. بس انت عندك الوقت انه تلحق هالموضوع، فينك تساويه. ما عندك الوقت بتعطيه للشركه اللي هي بتختصر عليك الوقت. يعني هلا بده يلحق الاين توفن، الانهابر يلحق موضوع الابغشنونج، تكون عنده في كثير اوف جابن يعني. فممكن انه لا، مهمه من هالمهام طبعا الصيدليه انه يعطيه للشركه. تمام. النقابه لما هي بتسوي لك يعني هي بتكون هي الحاضر تبع كذا، هي بس تعطيك يعني المجال اللي تحط فيها، ولكن هي ما بتقدم خدمه انه هي تعمل لك فورموليغو او تعمل لك متابعه، لانه هي اصلا حكوميه يعني ما بتاخذ مصاري، مو هيك؟ يعني اللي بتحط على النقابه معناها انت عم تشتغل، غير بتحط على الامبيتر معين، هي يعني بتكون الشركه هي الحامل تبعها، وبنفس الوقت هي بترعى لك التغييرات، مو هيك؟ لا النقابه هلا هي عندها يعني كو ام اس سيستم، ممكن انت تقدمه يعني ديجيتال او تاخذه من عنده، وانه يعني يكون خاص بالصيدليه، وفي عندهم كمان شهاده، هن يعطوك شهاده بهالموضوع. يعني هن بيبعثوا لك بي اوف تراكتر تماما، هو بيعمل كنترول عندك على الصيدليه، يعني على موضوع الكو ام، انت ملاحق الموضوع بشكل ريجل ميسج ولا لا، وبيعطيك بعد الفحص شهاده بهالموضوع. يعني انت بتصير كو ام اس سيرتيفيكت، يعني انت بصير عندك شهاده بالموضوع هذا. اوكي النقابه عنده كمان هال يعني حتى تقريبا كل نقابه يمكن هون بيقدموا هالخدمه. هي مثل لايسنس هي انت تطلبها، يعني مو انه تطلب على شيء انه يجي عندك، لان تاخذ شهاده مثل اي يعني شيء بده كواليتي، شهاده جوده تطلبها انت، فبديك تاخذ شهاده بحيث انه انت تعرض انت عندي الامور مضبوط بشكل افضل. يعني تماما، انت بمجرد ما تاخذ هاي الشهاده، فلما بيجي لعندك الامس ابو تيكر، ممكن هو يعني في امس ابو تيكر ممكن يضل عندك بالصيدليه 4 ساعات، ممكن يضل عندك يومين. فانت يعني لما بتورجيه هاي الشهاده، فبتختصر على حالك كثير مراحل كنترول، انه انا في عندي جهه عملت لي كنترول وعطتني شهاده في الموضوع هذا، فبيختصر عليك كثير بمراحل الكنترول يعني.
طيب هلا حاليا مقبول الورقي ومقبول الديجيتال عموما ككو ام اس مو هيك؟ ايه بالحالتين مقبول. ولو انه يمكن التحديث تبع الورقي وشيء اصعب يعني بالنسبه له الديجيتال عباره عن نص انت تكتب تغيره اما هنيك بدك يعني طب هو الورقي ما بيكون له اصلا هو مستند يعني سوفت كوبي خلينا نقول يعني ولا يعني عرفت كيف يعني تماما يعني هلا هو بصراحه الورقي اصعب لانه اصلا تغيير الورق والشرايبن وكذا بده وقت اكثر يعني. هلا في كثير يعني صيدليات عندهم اياها على شكل بي دي اف يعني صح هو على شكل ورق بس انه بي دي اف ممكن يعني يغير بالبي دي اف يعيفه على الكمبيوتر او يطبعه على شكل ورق بس هو اكيد انه كورقي من ناحيه الوقت لا بياخذ وقت اكثر وغالبا هلا الصيدليات متجهه كلها على الطريق الديجيتال يعني. طيب انا نستفيد على الان فيها يعني لانه انا نفسي كان عندي هيك هي تفاؤل. طب هلا انا عملت ويعني صار شكله كويس وبدات الصيدليه عندي كل الامور تمام. فكره انه التحديثات السنويه طب انا لو ما عندي شيء غيرته يعني صيدليه صار لي 20 سنه بس نفس الاشياء نفس الشيء هل يعني في اشياء انت محدثه عندك في اشياء بتروح على المهنه يعني هلا انت لما صرت تزود الاطباء الاطباء بالكورونا انفو اي شغله انت بتزود قصدي عندك يعني بغض النظر انت شو بدك اي شو انت عايز مفروض عليك. طيب لو فرضنا انه الدنيا فاتت ما صار شيء يعني لا انت قدمت شيء ولا فرض عليك شيء فهو في شيء المفروض واحد يغيره اصلا بالكو ام اس دائما والعكسون يعني هل انا كلايتر هل في داعي اشغل دماغي دائما بما انه الامور ثابته انه انا اغير شيء سنويا ولا هي بتجي مع التغييرات بس احكي لي عن موضوع الاكتواليزيشن تبع تبع الكو ام اس. هو بصراحة لازم كمان تساوي شيء جديد وتعمل اكتواليزيشن لانه الكو ام اس هو وظيفته شغلتين الزيشر شتلونج دير كواليتيت يعني تحافظ وتامن الجوده والشغله الثانيه تعمل لها فيربسا تحسنها فانت اذا انت وصلان لمرحله انه قادران تحافظ على الجوده فلازم تحسنها اكيد فما يعني ما في مخلص بدك لازم الموضوع انه تساوي شيء جديد للصيدليه. هلا نحن هون عندنا يعني صرنا عم نشوف كل سنه في عنا شيء جديد بالصيدليه مو كل سنه يمكن كل شهر شهرين عم بيطلع عنا شيء جديد. اخر سنتين هذه بدنا متصاعد الحقيقه يعني دخل الدين سلايس والبوتر ودخل حتى يمكن الايغتيب صار لك هو ام اس ما بعرف ان شاء الله لا طبعا اكيد طبعا يعني لما بتجيك هلا انت ايه كتبت على الصيدليه لازم كمان تعمل لك كو ام اس خاص فيها كمان. طب طبعا جد انا باخد مثال طب هي اي ايه بتتنا شو نوع الكو ام اس عامله هي انا مثلا يعني طب هو كو ام اس سؤال هون هلا انا لما دخلت على الكو ام اس قعدت اقرا هو نفسه ابو تيك بتغيب في اوردنونج مفرغ تماما على فقرات ونعمل له امباسوم على صيدليتك هو ابو تيك بتغيب في اوردنونج يعني لا راح ولا ايه تماما. طيب ال 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 شو اسمه هذا مثلا ال ايجنت هي انت يعني ناخذ مثال لك جامح يعني شو ممكن يكون هي الكو ام اس تبعه شو ممكن اكتب يعني بتظهر وصفه بتظهر وصفه ايه تماما. هلا انت اول شيء لما يصير عندك ايغتسبت كيف بدك تاخذ الايغتسبت من الباتسينت يعني انت طريقه انك تاخذ الايغتسبت رح يبعث لك اياها هو ممكن. هلا في صيدليات كثير عم تعمل ابلكيشن خاص للموضوع بتعمل اب خاص بالايغتسبت انت اللي رح تكون مسؤول مثلا عن الداتا شوت تبع هذا الاب موضوع انه الوصفه وصلتك على الصيدليه مين اللي راح يعملها بي اربايتونج وين راح تطلع عندك سيستم مين المسؤول عن قسم الايغ تثبت عندك اساسا يعني بالذات الاشياء اللي هي ما تقول الاشياء اللي بتجي مظبوط صح والله يعني طب انا بعمل في عندي ريفيزيون يعني وكنت انا اتمنى اعمل شوف عندك قلت لي عليها هي ايه طبعا هي من الشغلات وقت تكتب نص انه مثلا خلينا نقول انه اللايتر هو اللي بيشيك على الاشياء اللي هي جايه على الاب مثلا يعني او بطاقه معينه فهنا متاكدين انه هو المهم انه ممكن واحد يبعت هذا كل واحد فكر الثاني مو حيفتحها مثلا اعطيك مثال عندنا هو ما بطلع عندك
هيك بطلع مثال انه اجاك ايه تب من اب ما بطلع. اذا انت ما دورت عليها بشكل شخصي ما بطلع لك. وبالذات انه انت فعليا بتعرف الادجيت جيمس بون اعطيك كارتو تفتح الموجود تفتح بس هذا الزلمه شو عنده ايه تب. فبالنهايه الوصفات اللي بتجي من الاب انت فعلا ما فيك تشوفها الا لو انت ايه تفتح وتشوف. فلو كل بيت قصدي نفكر انه طيب حيروح ممكن واحد عنده ادويه هامه انتي بايوتكس او مثلا كورتيزونات او او بي ما في بيتين حسني بصوت وجاي وانت ما لك شايف لو فلو ماشي مو مطلوب الكو ام اس او بنحكي فيه انه فلان هو هيك كل يوم في اشياء فعلا ممكن تكون مشكله يعني مظبوط. وموضوع البيغاتونك هلا انت الوصفات وصلتك الكترونيه نحن عملنا بار بايتونج حددنا من المسؤول عن الموضوع من نعمل فراجابه. طيب نحن كيف حنوصل البيغاتونج للمريض؟ هاي الشغله كمان لازم تكون موجوده بالكو ام اس يعني. لكن طبعا مش مضمون اكيد دوزي كل واحد بده يقول مضمون احنا بنحكي معه 100% مضبوط صح. هذا كله عقلي تكون مكتوب يعني بالكو ام اس. انا مثال يعني هذا مثال حي يعني واضح انه شلون الاشياء الجديده اللي عملها في شيء صار يمكن في الدين سلايس لما صار مثلا كان على الميديكاسيون بلينر او على شرح مخاطر الازمه او اجهزه الطاقه او هيك يعني لازم يكون مكتوب يعني هل كل واحد سوي شخص واحد سوي وهكذا تماما. هي كمان تيما جديده يعني موضوع الفارماسيوتيكال دين سلايس تونج كمان هذا موضوع جديد. في ناس مثلا بتفكر انه خلص انا ممكن اقيس الضغط للمريض او اشرح له عن الاسما شبري او اعمل له ميديكاسيون تشيك وخلص اي حدا بالصيدليه بيعمل اي بي تي او بتعمل. لا انه هالحكي مو مزبوط. في نظام عمل للموضوع هذا. مين اللي عمل شولونج؟ مين اللي بيحق له من الاساس انه يعمل شولونج؟ هذا الشيء كله لازم يكتب بالكو ام اس. وهذا هو يعني من الشغلات اللي لازم تحدثها بالكو ام اس انه مين اللي بحق له يعمل شولونج. وانت مثلا كلايتر او انهابر مين بدك يعني تسلمه هالمهمه بعد ما يعمل الشولونج ياخذ السيرتيفيكات وين يصير هذا البيغاتونج ايمتى يصير هذا البيغاتونج. يعني موضوع مثلا ميديكاسيون تشيك بياخذ وقت بده ترمينه وكذا وهيك كله لازم يكون منظم يعني مكتوب صحيح. الشيء بالشيء بالضبط يعني عطيت ميديكاسيون بلان عفوا ميديكاسيون بلان هلا انت لازم تكون ام تي اس مانجر حتسويه ولا انت كفي تكون يعني انت الباز هذا اللي شوله تبع الاتينا حتى تسويه. لا بكفي انك اخذ شولونج بالميديكاسيون مانجمنت بس ما في داعي ما ضروري تكون ام تي اس مانجر مو انه في مرحله تكون انت اعمق شوي مرحله اعمق تماما بس انه الشولونج هذا كافي يعني بتنظمهم بتقريبا كل شهرين ثلاثه بيجي يعني شولونج لمده يوم واحد. اي مضبوط انا عملته يعني فهذا انا بتذكر عملته هذا وعملت اول اثنين انه هن في بحكي عن نقابه الاكو في ال ما بعرف يعني اللي هي الفيست فاين ديبل واكيد في شيء يقابل كل النقابات يعني فانت بيجي الشولونج الاساسي هو هذا بعدين بيجي اربع شولونج اتينا واذا عملت الواحد الاربع مع صوم معين مضبوط هالحكي هذا بس انه هذا الاسينا شولونج لا مو شرط للفارمات شدي سلايستونج لا الاساسي تبع اليوم الواحد الصبح العصر يمكن هذا هو بكفي انه انت تعمل الخطوه هذه بالبيض والشولونج هذا وطبعا لازم ينحفظ بالملف البيرسونال انه كل واحد عنده حتى يكون لك تسوي تماما لحتى تبدا تعمل ابغش نونك. طيب السؤال اللي بعده ايه هلا في حال عدم الالتزام بالقوانين اللي انت حطها حالك في الكو ام اس وهذا اعطيك مثال عملي من عندي صراحه يعني هلا انا كان مكتوب عنا نحن باللايتر اللي قبل كان جاي انه نحن بنساوي تيم بريسنج كل 3 شهور مثلا يعني تمام. فانا جيت ماشي ما هو ضروري كثير لأنه نحن يعني أصلاً صدلية بصير في الكوميونيكاسيون عالي بيناتنا فنحن أصلاً أشياء كلها عم نعرفها هيك بس في أشياء بالجمع بدها حكي جماعي كل 6 شهور مرة فهذا التغيير من 6 شهور لست شهور. فهون بيجي السؤال لو أنت ما غيرت كلمة كوم أس فأنت بس ما قلت في أنت مكتوب هاي أولاً لو أنت أو بنزمت أو هل بحق لك أصلاً أنت بعض الأشياء تغيرها من الأرتكب بيس أوردنج ولا انت اصلا محدود يعني انت اصلا مش الجواب مبين يعني بس خلينا نقول في الجواب السؤال الاول لو انت حطيت في قاعده حطك وما هزمت فيها
طب اذا مين بيحاسبك على الشيء وكيف بس متغيره انت هيك كتابيا ولا في محلات معينه؟ شو بصير هذا الموضوع الانحراف عن الشيء اللي انت كنت معلمك؟ تماما. هلا هو مثل ما قلت انت عمار الكو ام اس يعني هو اكيد ما يعني ما بيخرج ابدا على ابوتريكن بتريب اوردنر اكيد يعني هو الاساس تبع الكو ام اس اساسا. اي شيء ثاني انت ممكن يعني مخير انك او مسمح لك انك تغيره طبعا تقدر تغيره وكانهابر او كلايتر وما في داعي لا تاخذ ايرلوبنس من حدا. هلا اذا انت كتبت شغله وما التزمت فيها فانت يعني بهالحاله بدك نقول تعتبرها فيلر اساسا من الكو ام اس. في الكو ام اس يعني من اساسه انه انت تكون كيف ايش تبعات فيلر؟ ما في تبعات يعني هلا انت في فيلر بتصير وانت حسيت حالك انه صار في عندك خلط وانت سجلته وعملت له دوكيومنتاسيون وبدك تحسنه. يعني غلط انك انت مثلا تكون نسيت شغله من الكنترولي او انك منقول غيرت فيها شيء او يعني انه انت تجاوزت نقول بس انك حسيت على بعدين وسجلته وعملت له دوكيومنتاسيون ورجعت رجعت لنظام الكو ام اس. يعني فمين المسؤول انه على الكنترول؟ هو الصيدلي يعني الانهابر او اللايتر يعني نسي شغله ممكن هو يحاسب حاله بحاله بس انه يكون دوكيومنتيرد. يعني لهيك نحن بكل الصيدليات لازم يصير ييرليش هو الزيلف انسبكشن تماما. يعني هاي الشغله كثير اساسيه لانه الانهابر او اللايتر لازم كل سنه يعمل زيرف انسبكشن يشوف حاله هو اساسا. يعني نحن بدنا نلحق الشغل قدامه وبدنا نلحق الدوكيومنتاسيون ورا وموضوع الابغشنونج وكرانكن كاسن وجينيميجونج والبيدينونج والبيرزونال والمشاكل ما بين البيرزونال والكو ام اس. يعني عباره عن كتاب يعني بدك تلحق شغلات من شغلات فممكن الواحد ينسى شغله يعني بتصير تنعمل لها دوكيومنتاسيون. مثل ما قلت لك في جزء من الكو ام اس انه هو الفيلر تبع الكو ام اس انه نحن مثلا يعني خربطنا بشغله فممكن نحن نصلحها ونعمل كنترول ابل جديد. ومثل ما قلت لك هذا الزلفس انسبكشنز بيطلعنا عنا نحن يعني كل سنه انه نحن شو النواقص اللي عنا لازم نكون يعني نشوف اغلاطنا لحالنا ونصلحها لحالنا. وانا حتى يعني سمعنا يعرف ما شو عم نحكي نحن. الزلز انسبكسيون يا جماعة هو عبارة عن كتاب هذا وفي إضافة بس عادة بعبوه كتاب أسهل بكتير يعني بجرحة 17 شهور يعني اسمه الزلز انسبكسيون كنترولر ناخ أبو تكبت كتس أولو بايغراف وأفرجو بيكون في عدة يعني فرلاجات تعملوا إن كان للأشارين أبو تكبت كتس أولو أبو تكبت كتس فرلاج شو اسمه؟ دوشة أبو تكبت فرلاج من جوفي واحد تاني بس أنا شو بقوله هي الأشهر يعني. هذا أنت بيكون مثل كتاب بيكون مكتوب فيه السنة برا طبعا السنة أنت هو هذا ما أشهر فاكت يعني هي نفسها بقول لك السنة وجوا بيكون فيه صح خطأ عبارة عن أسئلة كتير هيكون مستمدة كلها من أبتكار تغيب أوردو. فالواحد بيعمل هاك على الشغلات اللي بتسويه فهو بيلعبوا محمد بيلعبوا نفسه وبالأخير في شغلة حلوة كتير لأنه في من ضمن الكو أم إس وهي شغلة ثابتة يعني دائما شو لوجن تمام وهي بتحكي لي عنها بعد شوي هي شو أشهر شو لوجن وشو حيسويهم فهم حتى أنت ما تكتب على ورقة قافية وكذا فهم في مثل يعني جداول محفوظة ثابتة وعناوين ثابتة بس بوقعوا الموظفين فأنت هون بتصل هذا كله بيكون كل شيء موجود من أنت عملت كل شيء وتتأكد بكل شيء يعني فها ما دخلنا بقى الموضوع بقى شو لوجن هلا الكو ام اس هو عبارة عن الدستور هذا ما تصمم ينبثق منه بروتوكولات وشلوغان المفروض نعمل فهون احكي لي اسم يعني اشياء يعني الكو ام اس هو عباره عن ما شغله صمم هي عباره عن شغله تعني انه في خطتي حينعمل فهو شو البروتوكولات المفروض بيكون بلان الحراره الشلوغان شو الاشياء المفروض تنبثق على وجود الكو ام اس عمليا على ارض الواقع مثل شو نعبي ورقيات نحن ما عدا بعد الكو ام اس وكمان هو في الستور هو في ورقيات سنويه حتعبى وشهريه ويوميه مثل شو اعطيني اشهر امثله على الموضوع هلا الشولونج اللي لازم يصير طبعا الميت اربايتر مثلا سؤال شقين اول شو هو ممكن شو هو البروتوكولات تماما يعني الشولونج يعني مثلا نحن في عنا ريجل ميسج شولونج للميد اربايتر
موضوع الجيفار شتوفه، موضوع الداتين شوتس، موضوع الشولونج الفليشت اللي لازم يكون موجود بكل صيدليه، مثلا موضوع الارست هيلف، البراند شوتس، هاي شغلات لازم تكون موجوده بكل صيدليه كمان. الشولونج للميت اربايتر انه كيف كمان يتعاملوا مع الكو ام اس، يعني انه كيف يتعاملوا مع الكو ام اس، شولونج عن الكو ام اس كمان هذا بصير ييرليش. نحن مثلا صار عندنا شغله جديده بالصيدليه، صار عندنا دي سلايستونج جديد لازم نتعامل معه بالطريقه الفلانيه، وهذا كمان يعني شولونج لازم كمان نعمله دوكيومنتاسيون كمان بالكو ام اس. اوكي موضوع اللابور، موضوع اللابور يعني كمان الشولونج تبع اللابور احيانا ما بيصير انه في تصنيع كابسن جديد او مثلا موضوع الكانابيز او هيك، كمان نعمل لهم شولونج للمتاربايتر عليه، مو اي حدا يعني ممكن يشتغل باللابور او هيك. معناها الشولونج هي في عندك انت جيفارشتوف، يعني شولونج يعني في التعامل مع الاخطار، في التعامل مع المواد المتفجره تماما، وفي التعريف عن البكتوغرامات وكذا الجيماين على الجيفارشتوف، وفي كمان اشياء ما دخل الجيفارشتوف مثل كو ام ام اس، كو ام اس مثل داتا، مثل داتا شوت، يعني شو عن كو ام اس عن داتا شوت، هذول غالبا هم كلهم هم اصلا موجودين. الواحد ما انه يضيع منيح لايهم بكتاب نفسه، هل كتاب نفسه في عباره عنوين؟ تماما كلهم موجود. طيب هي مخصوص الشولونج، طب البروتوكولات شو الاشياء بالعاده اللي المفروض تعرفها بالعاده، يعني بالاوردر تبع الكو ام اس؟ تماما هلا من الشغلات المهمه تبع البروتوكولات موضوع الحراره، يعني موضوع الحراره حرارة جدا مهم، يعني موضوع انك تراقب الحرارة بالأوفيتسين، تراقب الحرارة بالكول شرانك، باللابوة، بالفوغات غوم. طب هون الحرارة وين، يعني وين بتكون فليشتي ذلك انت بالفيزيون، يعني شو هي الاشياء فعلا يعني بهم ان تكون في الحرارة يعني دوكومنتير فيها الاشياء الفليشتي انت فيك تحط طبعا في كل زاوية الحرارة الاشياء الفليشتي او شبه التعبير، يعني في اي مكان بيتخزن فيه دواء، اي مكان فيه دواء، يعني بالاوفيتسين او في دونفال، بالكول شرانك، وحتى بالتريزور، يعني التريزور مو بنحط فيها البي تي ام كمان، لازم يكون يعني فيها كنترول على موضوع الحراره بالتريزور. ايوه يعني في ناس تستغرب يعني انه التريزور بده يطلع حرارته. طبعا صح، لانه عندك مثلا شغله مثلا يعني ثباته اصلا، يعني عندك البي تي ام شغله ثباته سسبنسيون معين او كذا، فانت ممكن فوق لو كان بارد كثير جوا ولا لا او فوق كثير تخرب تماما. لما تكون درجات الحراره عاليه يعني بالصيف وما في يعني كليما انلاقه، الحراره بتوصل كمان للتريزور اكيد، يعني شرانك مثل اي شرانك يعني. اي والموضوع المهم اللي عم يتم ملاحقته هو بالبوته، موضوع ان احنا وصلنا دواء لبرا الصيدليه، انه نحن كيف عم نعمل كنترول للكول بوكس على الطريق، كيف الحراره تبعيته لما احنا بعتنا انسولين او لقاح على براكسس او هيك، انه كيف كانت الحراره على الطريق، هي كمان شغله مهمه. في تمبراتور لوجا سموها، تمام، حط مع المفروض يعني مع الكول بوكس. فعلا حل رائع وذكي يعني. هلا الصيدليات عم تشتري وحده ولا الثانيه. تمام. وفي كمان موضوع الكنترول، على احيانا بيكون بصير انلي فونج للميديكامنت خارج اوقات الاوفنج تايم تبع الصيدليه. ايوه مظبوط. في كثير صيدليات انه يعني مثلا بيكون في باب خارجي باب داخلي للصيدليه، في فلو ممر عم بنحط فيه الدواء لبين ما تنفتح الصيدليه، يجوا البي كي او يشيلوا هالبضاعه. شنو هذا يعني الصيدليه بالليل تقريبا بكثره بما انه نحن عم بصير اوفنت هاست للميديكامنت ولاجرنج للميديكامنت بهذا الروم هالكم ساعه، يعني ما بين الليل ما بين يجي الصبح حدا بي كي او صيدلاني، كمان انه هذا المنطقه لازم نعمل لك كنترول للحراره تبعيتها. ايوه طبعا غالبا الوقت ما بيصير لي فونج لا كول بوكس يعني ولا بي تي ام يعني، بس انه باقي يعني وقت الدوام الصيدليه يعني. بس مع ذلك لو تخيل يكون في سيشن وهي ما كول بوكس والدنيا نار
شهر أغسطس يعني، فأنت لو ما كان مضمون بالشلوزة يعني الحرارة ممكن يصير سائلة كله. اي طبعا اكيد يعني، وبصير عليها كنترول على الموضوع يعني، اذا كان وصل الامس ابوتيكر او ابوتيكرين انه معلومات او خلال الريفيزيون انه بطريقه ما انه الادويه هي عم تنحط بالممر لبين ما تنفتح الصيدليه وهيك، فبصير كثير تدقيق على الموضوع، اذا ما في كنترول وما في دوكيومنتاسيون مشكله يعني. طيب موضوع بنكمل على البروتوكولات، موضوع مثلا في عندنا تماما ايه موضوع الهوجين بلان. ايوه تماما يعني من ناحيه نظافه الصيدليه من قدام باللابور بالاربايت بليس، وحنحط بروتوكول للهوجين بلان، ممكن تحطها باوردنر وممكن تحطها بمحلات زشبر يعني على الفينت. يعني هو يوميا يكون في هك على هذا، وين بالعدل احنا المفروض ندق على 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 على, على الهوجين بلان؟ وين يعني الريستور سوفيزو غير الريستور مثلا؟ هلا الريسبتور الارستي يعني، يعني الارستي لينيا هي طبعا الريسبتور، الصيدليه كلها الصيدليه كلها يعني، عندك الاوفيتسين عندك طبعا، اهم شيء هو الاماكن بصير فيها كونتاكت الاول ما بين نقول الرويمه او الرفوف ما بين الميديكامنت، هاي اللي بتصير عليها يعني اللاجر، نقول اللاجر وبعدين الدورج كينج والاوفيتسين، بس طبعا يكون عليه كنترول حتى الاربايت سبليتس الكمبيوترات كله. هو اصلا يعني هو مو ضروري هون تختلف على موضوع الحراره، مو ضروري تحط بكل مكان بروتوكول، تحط بروتوكول مكان معين انه انعمل كل الصيدليه، يعني معنا طبعا بيكون على الريستور لحاله بس بيكون انعمل بكل الصيدليه، مو صح هيك؟ مضبوط الحكي هذا، بس بده يكون مكتوب فيه بالتفصيل مثلا انه يوميا اسبوعيا شهريا او سنويا يتم مثلا تنظيف المكان الفلاني والمكان A B و C، يكون مكتوبين بالضبط شو هن اللي عم بصير لهم عمليه التنظيف يوميا واسبوعيا وشهريا، بس انه بيكونوا بمكان واحد، ما في داعي انه يكونوا باماكن متفرقه من ناحيه الاوردنر قصدك؟ لا انا قصدي من ناحيه من ناحيه الاوردنر بيكون مسجل، قصدي من ناحيه تعليق الورقه على الحيط يعني، حتى العالم تحطها بمكان واحد بالباك اوفيس مثلا، وانت تحطها بتكون معناه انه انا يعني عملت هوجين يعني ما صنع من لكل صيدليه يعني. طبعا اكيد اكيد ما في مكان محدد او فور شريفت بتحدد لك انه لازم تحط هذول الليستات في مكان محدد، لا باي مكان بالصيدليه يكون اغاشبار للميتا اربايتر المسؤول عن المهمه هاي. ايوه طيب هلا شو هي الخدمات اللي نحن بنقدمها؟ طبعا دخلنا على السؤال ثاني تماما، يعني شو الخدمات اللي نحن بنقدمها لحتى يعني تكون موثقه بالدكتور ام اس يعني كبير بحد ذاته؟ يعني مثلا احنا نعمل مثلا واحد يعمل عنده شطرين لابور، فهي بقى بدك يو ام اس يعني كتاب لحاله ثاني من غير في البلاستون الشافي، شو هي الاشياء المشهوره اللي هي بدها توسعات كبيره موضوع الكو ام اس؟ مثل ما تفضلت عمار يعني المحل اللي بصير فيه تدقيق كثير وبده كو ام اس كثير نقول صارم هي المحلات اللي بيكون فيها احتمالية الفيربكسلونج ما بين الميديكامنت كبير أو ما بين الأوزغانك شتوفي أو يعني نخربط بين المواد، مثلا موضوع اللابور مثل ما قلت والتيتوستاتيكا أو فيدون فار وموضوع فيلبليستان كمان لما أنت بدك تحل طبعا عشان ما تخربط بين مريض ومريض، موضوع فيه أرواح مرضى يعني. طيب هلا نجي بقى على سؤال عملي أكثر شوي، لو انت اجاك الريفيزيون ما مدى تدقيقهم على الكو ام اس؟ يعني هن على شو بطلعوا؟ عرفت يعني احنا عندنا الاشياء اللي انت لو ما عملت بتاخذ تغفل او بتاخذ ملاحظه على القليل يعني، عرفت شلون من النقابه او من امس ابتكارين او ابتكار، ما مدى التدقيق يعني الاوديتنج الريفيزيون على الكو ام اس اللي عندك؟ هل كنت شيء سطحي او هن بيعملوا بس مترتات ولا هن بيعملوا عميقة ولا حسب؟ هلا اكيد الموضوع بيختلف من امس ابوتيكر للتاني، يعني في ناس بدققوا كتير على تفاصيل وفي ناس احيانا بيعتبروا انه تفاصيل صغيرة هي كتير مهمة، وفي ناس تانيين بيعتبروا لا انه هاي تفاصيل ما كتير مهمة ممكن ركز على شغلات تانية. هلا البي تي ام
اكيد يعني هي ما حدا بيختلف عليها، بصير عليها تدقيق بشكل كتير كبير. موضوع اللابور الريتسبتور هي بصير عليها تدقيق يعني بشكل انه تطلعوا دوما على الكو ام اس تبعها. وعطوه موضوع البي تي ام شو كان يكون في خلال الكو ام اس تبعه، ما هذا الكون بقوم بتخيب اوردو كنت في او كذا، شو هو اعطيه مثال عسل مثلا. هلا الموضوع الكنترولي على البي تي ام مو بس الابكابي. هلا احيانا الامس ابو تيكر بيطلب مثلا كوبي من شهر معين انه شو اجاك وصفات وشو انت يعني عامل بليفونج لميديكامنت على هاي الوصفات، وبيعملوا له هناك كنترول عند الامس ابو تيكر، وهي شغلته بيعمل لك كنترول وبيقارن ما بين هاي المعلومات الموجوده بالصيدليه وما بين المعلومات اللي واصلته من العيادات الاطباء. سواء جعل هي تسووا دائما ولا بس في عفوية معينة؟ سووا دوما بكل الصيدليات بس اشتش بروبن، يعني انه هن مو كل الاشهر ولا كل الصيدليات بيعملوا اشتش بروبن. الامس ابو تيكر من شغلته هو انه بيحق له كمان انه يطلب هو مثلا شو يعني انا شو بيع مثلا فنتانول جاي هو عن جد جاي فنتانول يعني هون شو كيف احكي اكثر عن الموضوع؟ تماما. يعني مثلا نفترض هلا نحن بشهر 11 بشهر 8 2024، طلب منك انت الريجستر تبع الشهر الثامن انه انت شو عاطي بي تي ام عندك بالصيدليه. طيب انت لازم تعطيه هاي الاوردنر او كوبي من الاوردنر. طبعا طبعا بحق لك او يعني لازم انك تعمل شفيرتسونج للباتسينت، يعني نامن وادرسته وهيك، بس باقي المعلومات لازم تكون موجوده انه مين الدكتور والرقم الوصفي. طيب يعني هذا تبع تبع تماما تطبعه انت في اخر الشهر الداخل والطالع في اخر الشهر داخل ايش يعني؟ تماما. فلم تكون ورقه هاي بلاقوا 50 60 70 بلي فوق ولا بي تي ام وبعدين تماما. هلا هون هن بيقدروا بحق لهم يطلبوا ليست من الجروس هاندل ويقارنوا انه هن الشغلات هاي اللي انت كاتبها جايبها مثلا عند الجروس هاندل اكس او ايبسيلون انه جاي فعلا من عندهم والليفر شاين هو هيك. هي اول خطوه. الخطوه الثانيه انه يقارنوا هدول المعلومات بالكوبي اللي وصلانتهم من دكاتره عن وصفات البي تي ام الطالعه من العيادات، انه هل بي تي ام هاد طالع من عياده ولا لا. الاضح هذا كنت اضيف فعليا اللي فرق شوي عباره عن ورقه تديك على الورقه وتكتبها يعني فعليا يعني صح التعبير. فراح اتاكد انه هاد فجلي فعلا طلع مش مستعمل ما انت طيب ورقه اللي فرق شوي مثلا. فهنا المعلومات الجروس هاندل بجيبوها من الجروس هاندل، معلومات الدكتور بجيبوها من الدكتور. اوكي وطاقوا مع اللي عندك انت تماما. طبعا لو انا في شو بعلقك على برلين يعني هلا من وراء هالموضوع هذا. طبعا هاي الشغلة يعني بالصيدليات اللي فيها كو ام اس يعني جيد اكيد ما بتصير فيك مشاكل يعني، بس انه احيانا بيطلع في مشاكل او مثلا في حتى عيادات بيكون في عندهم مثلا وصفات فيها اخطاء كمان بالبي تي ام. يعني حتى بصير كنترول على الدكاتره من هالموضوع، مع انه هذا اللي بيعمل عليها كنترول هو الامس ابو تيكر. فهو صح فهو شايف مثلا انه دكتور كتب طريقة غلط مش شو يعني ممكن قصدك مثلا الانجا ولا التواريخ؟ التواريخ هذا ما دخل الطبيب يعني مثلا، او ممكن شو كيف ممكن العياده يعني ينعمل على كنترول من وسطها يعني. هلا نحن حاليا سابق او يعني نقول من قبل تقريبا سنتين وقبل كان مطلوب عنا نعمل يعني بروف ليست على كميات المكتوبه للباتسينت. هلا هالشيء هذا راح ما عاد موجوده، هي ما عاد موجوده بس هي لهلا عليها كنترول على الدكاتره. ايوه صح بس على الدكاتره لسه في كنترول عليها. طيب هلا بنطلع بقى لمصطلح ثاني. انت انا عن نفسي مثلا مجرد ما ادخل على الاي كيو ام هاندبوك في صحف النقابه، هل انت عملت انترن واكسترن اودت؟ عرفت شلون؟ هلا الانترن اودت هي هدفه هو السكوب اللي حكينا عليه مو هيك؟ اذا انا عملت صح يعني تماما. طيب الاكسترن اودت هل هو شو بس؟ هل هدف ليش لازم نعمل؟ ولا هل انت بتسريع حالك وهل حد عليه
احكي لك اكثر على الاكسترن، على الاكسترن اودت وعلاقه بالكوع مو عارف يجي بده يكون مثل ما بدك اياه. احكي لك على الاكسترن اودت وين ده جو بروجكت مان. قال انت ازال شيف اعمل لي عندي مثلا هو احكي لي عن موضوع الاكسترن اودت، هل ما مدى اجباريته وشو مقدم وما التدقيق او عدم تدقيق الريفيو عليه او اللي حدا دقق عليك على الكلام. تماما. هلا الاكسترنال اوديت انت يعني عم بتجيب حدا يعمل كنترول على الكيو ام اس عندك على عمل الصيدليه. مثل ما قلت لك انت بدوز ما عندك وقت، الشيف ما عنده وقت، فيجيب حدا من الخارج يعني الصيدليه هو يعمل كنترول على الموضوع ويسجل ايش النقاط اللي بدها تحسين او بدها تغيير. طيب هالشيء هذا عباره بس عن توفير وقت وجهد. وبعدين لما انت بتعمل ايرفولونج وبت يعني كل نقاط تبع الكو ام اس اللي هذا اللي شايفه الكنترول مثلا او اللي عم بيعمل اكسترنال اوديت انه انت بتحقق كل النقاط لحتى تاخذ شهاده، ممكن تطالبه بشهاده بهالشيء هذا طبعا يعني هذا ديسكوست جيلد، وممكن لا انه انت بس بدك تعرف حالك انه انت قديش وضعك بالكو ام اس. لما بتاخذ شهاده في شغله يعني هو مو معناها ما انه هو توسع الكوم اس او ما هو خبر فيدي، هو مجرد تدقيق عليك او استراحك انت تماما. يعني هو يعني نقول مثل الزيلبس انسبكسيونز بس انه عم بيعمله شخص خبره بالكو ام من خارج الصيدليه. ايوه فهمت. وطبعا اكيد انت مالك مطلق يعني ما حدا طلق الكو عندك والله اكسترن او تايم سيب انت او لا يعني هو معقول يقول لك والله وين الاكسترن او تبعك هل انت جد عليك؟ لا لا ما مطلوب منك، بس انت المطلوب منك شيء تاني بموضوع انك تعمل انت اكسترنال يعني بدنا نقول مو اوديت وانما تعمل تيستات خارج الصيدليه مثل موضوع رينك فرزوخ. يعني ايوه كان سؤال ثاني بس عفوا ابو حميد على رينك فرزوخ كان سؤال عن حتى نسكر فقره على غير حاله فيها كلام شوي. هو بنيع عبد النعيم حسين مختار روبرتان عم سألنا عن موضوع الفقرة السابقة اللي هي موضوع الـ BTM وعم أقول مرة ثانية طب هو عن جد شو لازم نفحص نحن؟ طب هلا إذا الدكتور كاتب يعني أكبر من منك تمام، طب هلا نحن جينا مثل ما قلت في الفيديو في اليونيفرسيون شو عم إس أنت شو عامل وطابق وكذا، طب عن جد نحن شو لازم نحن نفحص؟ يعني مثلا مش هندقوا بغوفهم او يعني احنا شو ننتبه على موضوع الكون اس بي تي ام يعني عرف شلون؟ شو ممكن طبعا اخطاء فيها هي يعني بدك تعمل انه كنترول على موضوع الدوكيومنتاسيون على التو جينج والاب جينج. هي اكيد لازم تصير يوميا انه انت اليوم شو اجاك بي تي ام وشو عطيت، هي الشغله لازم تصير يوميا. وبدك تعمل كنترول مره بالشهر عن يعني نرجع نعيد الليفر شاينه نحن نعرف هي يعني اللي تكون مطابقه تماما الكميات اللي عندك يعني تعد الريزوم وتشوف شو داخل فبكون هي طبيعي يعني تماما. هلا بجوز الزميل عبد المنعم قصده انه هو كل اشقد لازم يفحص قديش في عنده بي تي ام بالتريزون مو شهريا؟ شهريا مره واحده هذا الفليشت. بس انت اذا حطيت بالكو ام اس انه مره اسبوعيا يعني مثلا انا بعرف في الياليتر هو حاطط بالكو ام اس مثلا انه مره اسبوعيا فلازم تصير مره اسبوعيا. اذا ما حطيت الناس اللي هن مشغول مع هوسبيتس او مع كذا وعنده كميات كبيره بالكو ام اس هو يعني ما منطقي يصير كل اسبوع يعني ما توصل حكايه يعني اي تماما يعني لازم نعمل كنترول. و يعني هو بهالكنترول كل ما واحد لقى غلط بطريقه اسرع بصير كمان تصليح اسرع واسهل يعني في اخطاء يمكن الواحد انه يصلحها في اخطاء لا، فكون كل ما كان الواحد يعني لقى الخطا بوقت ابكر كان افضل. طيب هلا شكرا كثير طيب حكينا الموضوع هذا ما وقفت نشكر يعني كنا عم نحكي عن موضوع الاكسترن اودت وما عدا انه في جهه ممكن تدققوا باسك وفي اشياء ثانيه ممكن تسويها مثل ال شو اسمه ده الريفرنس مثلا يعني تمام يعني كل شيء وعلى موضوع كل ادش بتسوي وشو في شيء بيشبهها كمان على الريفرنس لوك التست كويفا في اشياء مثل هيك اللي ممكن راح اسويها تمام يتاكد من الجوده اللي عنده اكثر يعني جوده العمل اللي عنده تماما. هلا انت مثلا باللابور لما بتعمل ريسبتور كريمات ولا كبسول كصيدلاني لازم تعمل يعني كنترول وتطلع على موضوع المواصفات تبع الريسبتور هل هي مطابقه
غير مطابقة حتى تقدر تعمل لها فرع إيجابي. هلا انت عم تعمل لحالك كنترول على شغلك او شغل صيدليتك، بس انت لازمك شهاده بهالشيء هذا، فممكن انت تشارك سنويا انك تبعت انت ريسبتور مساوي انت بالصيدليه على السنترال لابور تبع المانيا، وهن بيعملوا لها اوبروفونج وبيقولوا لك انه هل هي مطابقه للمواصفات ولا لا، واذا لا انه شو الاغلاط اللي فيها. فانت مجرد ما انه يكون الريسبتور اللي باعتها مطابقه للمواصفات بتاخذ شهاده بهالموضوع هذا، فهذا الشيء بيعزز يعني بيدعم الكواليتي تبع شغل اللابور عندك بالصيدليه. موضوع التيست كويفر شغله مهمه كمان، لما يجي تيست كويفر طبعا يعني انه لازم تكون براتهم جيده، وواحد ياخذ سيرتيفيكات بهالموضوع هذا، ولازم نعمل له دوكيومنتاسيون. هلا نظريا كل سنه عم يجي على صيدليه، يعني اي حدا عم يجي مثلا تيست كويفر، بس مو حكي مو عملي، يعني احيانا لا انه بتعدي السنه ما بيجي تيست كويفر. ممكن انت يعني تطلب انه يجيك تيست كويفر، بس ما حدا بيعملها كمان صراحه. انه اللي عم يجي هو عم يكون ما دخله بالجوده، ما دخله بالرقابه، يعني فيك تطلبه انت مشان تثبت العالم انه انت بغض معك كويس، في شيء غصب عنك دي اللي يشوفوا انه انت عن جد يعني تمام. من نقابة يعني هذا مو فرض انت عم تسويه، هذا هيك هيك تمام. يعني تماما ايوه، مشان واحد يعني يشوف انه الكواليتي تدير بغاتهم عندك بالصيدليه. ايوه طيب في شيء شو ممكن نعمل بالعاده من النقابات او من جهات مشان تعليمك اكثر للكيو ام اس، يعني اذا واحد حابب خيصه صيدليه يعني يساويها على مستوى عالي، اخذ واحد شاف جديد اشترى صيدليه كبيره بمول دفع عليها ملايين، يعني عرفتوا، فحابب يكون مستوى الجوده فيها ويكون كل الموظفين عندهم اس او بي عرفتوا مش عليها، هو حابب يكون يعني تماما عنده خبره كبيره ومعرفه كبيره بالكيو ام اس، واذا واحد بحب يقوي حاله بهالموضوع، لانه هذا موضوع ضخم ابد ما توسعش في حد ادنى عنك به هلا، بس هلا ابد ما توسعش انت ممكن كل عمليه كل همسه كل نفسه تضبها يعني، فوين ممكن الواحد يقوي حاله في الكيو ام اس اللي حابب هيك يعني يسوي نقابات ولا في جهات تانية، ايش شيء متعارف عليه يعني هو حابب فوقتها بيبدو صح التعبير بالكومنت. هلا النقابات بتقدم اكيد بالفورد بيلدونج تبعها يعني شولونج عن الكو ام اس، وغالبا بيكون الشولونج 3 الى 5 ايام متفرقه، يعني ما بتكون ورا بعض، عباره عن اجزاء. في نقابات بتعمل مثلا 3 ايام 3 اجزاء، وفي نقابات 5 اجزاء. بنقول هاي يعني شامل لكل الكو ام اس الاساسيات بكل الصيدليات من الالف الى الياء. موضوع انه يعني بريفات اند بيتر، بصراحه ما اتوقع انه في حدا بريفات اند بيتر يعني يعرف في شغل الصيدليات مثل النقابات، يعني هن عندهم صح. مين هشتري هي عبد هيك شغله، يعني ممكن يكون مثل المصانع والصيدليات اي نقابه، ما في حدا يعني حيستثمر يعني انه يعمل تريننج ماتيريال للصيدليات، صراحه بيعرف. والنقابة احيانا كمان بتعمل جلسات ما بين الفليال لايتر، يعني احيانا بتكون كفارتال ميسج كل 3 شهور جلسة، بيختاروها كل مرة بمدينة معينة، انه الفليال لايتر بيجتمعوا بيحكوا عن الكو ام اس كل واحد عن صيدليته، بيتبادل الخبرات انه انت شو صابت في صيدليتك، انا شو صار عندي شيء، كيف تخطيت هاي المشكلة. بس هو بيكون الفورت بيلدونج منظم من النقابة. ايوه ومثل انت بيكون يعني بالعادة أجزاء، يعني شو كيف الأتينا مثلا واحد من أربعة كمان اسم يكون عادة انه موضوع ضخم يعني تماما عادة انا من الأكو بي ال تماما بس النقابة المويت ولا انت بدون جار تماما عن ما شاء الله ايميل ولا ايميل. طيب تمام، انا حكي والله انا بصراحه يعني انا بحب اقرا تلفزيوني، فانا تعمق فيه شوي، فانا حين بصراحه قوي حاطه فيه شوي يعني يعني موضوع اكيد متعب بس ممتع بنفس الوقت، يعني اذا كان واحد عنده الوقت لإله. فهذا اي حاجه شويه ثانيه. طيب في كمان موضوع هو يمكن شوي احيانا كان كابوسي لبعض لانه اجوا بعض الامت ابو تكه وفعلا هلكوا فيه اصحاب الصيدليه، موضوع كثير تبع الكورنس تماما لازم يكون سنويا، فاحكي لنا موضوع التسيل
ليش بتكون اصلا في تسيل؟ ما هي ما دام هي عمليات متكرره يعني بشكل يعني دائم مفهوم، بس حتى بيصير في حديث ليش بيكون وحدث يعني استخدم من كذا يعني ممكن تسيل هذا احكي لي عنه اكثر ليش بيكون موجود وما مدى مقدار يعني ليش مفروض هو دائما يكون موجود يعني تمام. هلا الموضوع التسيل يعني حتى بموضوع الماركتينج مثل التارجت ما بيصير التارجت كل سنه يكون مثل السنه اللي قبلها، لازم دوما يكون اكثر واكثر واكثر. وهذا الشيء نفس الشيء الموضوع التسيل تبع الكواليتيت مانجمنت الكو ام اس، انه في شيء انا لازم اساويه هالسنه مشان احسن. مثل ما قلت لك الكو ام اس هو مو بس النظام لضمان الجوده ضمن العمل ضمن الصيدليه، وانما كمان التحسين. يعني انا مو بس احافظ على الجوده لازم احسنها، يعني تصير الجوده افضل وافضل. فكان موضوع التسيل كتير مهم، انه يطلبوا انه شو التسيل تبعك انت بالكو ام اس هالسنه، حتى يطلبوا يعني تسيلين على الاقل. يعني هلا بصراحه قبل الكورونا يعني بتذكر كان في كتير هذا النقاش، انه نحن شو بدنا نعمل هالسنه، يعني انه شو لازم نعمل شيء جديد، شو لازم نعمل شيء هلا من بعد الكورونا وما شاء الله يعني صار سنه ورا سنه عم بيجينا شغلات جديده وقرارات جديده. انا شايف انه ما عم نلحق الستيل يعني صار عنا اهداف قبل الكورونا. عندك شو تقييم هدفه غير انه هي فعلا يعني تصل ادويه وتبيع يعني يربح الصحف الصيدليه والناس تاخذ ادويه يعني شو تكون في ستيل مثلا تحكي كاس العالم مثلا شو ستيل؟ لا لا الهدف انه الصيدليات تجدد حالها، يعني الصيدليات تجدد نظام حالها، يعني سواء كان بانه تعمل شولونج للتيم، يعني مثلا انه نقول البيغاتون عن الادويه، انه في عدد معين من الادويه سواء الريسبت فليشتيش ولا موضوع الاو تي سي. طيب عم ينزل ادويه جديده، انا ممكن مثلا هاي الادويه الجديده انه اطنشة ما احكي عنها، انه انا بس بعرف الادويه اللي انا مثلا بعرفها كنت من سنتين ثلاثه. موضوع انه اجيب يعني الشركات تعمل ان هاوس شولونج، احسن البيغاتونج، احسن الكوندنت اوف ريدن هايت. هاي شغلات يعني تسيل هاي سنت البيغاتونج ترى الصيدليه بده يركز عليها. اذا مثلا هاي سنت مثل والله اللابور نحن هلا بدنا ننظمه بشكل افضل ونعمل اوبتمايزيهم هذا حيث مثلا الريسبتور بدنا نعمل شو ممكن بالذات الريسبتور نركز كل طاقاتنا اللي بكون في بدا فاضيين عنده نقاط هيك يعني هو فعليا على فكره فيها ممكن يكون حكي مو مجرد حكي تيوريتيك يعني هيك ممكن تكون يعني طبعا عنده وقت اللي عم لحق اللي عم يحكي هذا كله تجديد كمل عفوا عليك يعني تماما هذا هو الهدف من التسيير، انه تحدث انت كل يعني قول ابغاش او يعني بقاش بالصيدليه اذا سويت مثل ما انت قلت. يعني بالعكس هلا انت الشيء اللي حكيته هو فكره رائعه ل يعني لموضوع تحسين التسيير بالصيدليات، انه هالسنه مثلا عامل لابور، سنه اللي بعدها مثلا نعمل مثلا شو لونجن، السنه اللي بعدها مثلا نعمل مثلا دين سلايسونج جديد او هيك. يعني هاي الشغلات هي اللي بتحسن عمل الصيدليه وبتخلي الصيدليه تكون اكتيف. صح، لانه فعليا انت لو انت عم تمشي كله بدون ما تقول انا تسيل معين فانت ما حتكون اورينتيف انه انت مثلا لا نحن مزينا مره على البغاضو يا جماعه كل شيء ثاني مشى حاله مثل البغاضو هالمره نحن عم نزبده بدنا نوصل مثلا لانه جودتنا يعني مثلا كان اول السنه عم بطول بغاضو عن 3 دقائق فنرفع المتوسط لخمس دقائق مع السنه مثلا يعني انت في الدوشنت يعني فهذا الشيء بيعني انه احنا حكينا اكثر واكثر مع الزبون فبنقيس اول سنه قد الموضوع مضبوط اخر سنه الموضوع مضبوط فاذا حققنا تسيب رفعنا الدوشنت مثلا هي مثال يعني تماما ايه حتى ممكن انت تعتبر انه تسيل انك تغير انت السوفت وير تبعك. السوفت وير تبعك انت عندك بالصيدليه ضمن الكو ام اس عم تتعامل مع سوفت وير ايه تماما فكثير بيات تعتبر انه هذا تسيل يعني كتب نعمله دوكومنتاسيون انا حدثت السيستم تبعي. طب هاي طيب هذا التسيل يعني بياخذ وقت كثير مع ميت ارباتر
ايوه طبعا، يعني ممكن تقال هو فعليا في هو عمليه بغض النظر تتحسن، معناه انت في عندك جلوكوجين، في عندك تضخم، هل اعطني ولا لا، وعندك عرفت يعني هي ما كلمه تقال هي بالحق كثير تتحقق، لانه يعني يكون كلام مو عمل، يكون انت طرقت انت بلشت نقطه ضد نقطه ثانيه يعني. تمام. هلا في سؤال انه نحن مجبرين نعمل سنويا سيلفس انسبكسيون من الزميل عبد المنعم. ايه طبعا نحن مجبرين سواء واذا واحد نسيها يعني عن سنه لازم يعمل لها يعني نقطه يرجع يعيدها. ايوه نعم، يعني بس هي حاجه ما بتاخذ وقت طويل. لا لا لا، هو عباره عن حق ايه لا ايه لا ايه لا، شو بتسوي؟ تاكد انت هذا لك، انت نفسك تعرف انت شو عم تسوي. انا مش فعلا كثير منطقيه، انت فعليا انت عم تشوف انت شو عم تسوي، يعني مو انه بس مجرد كلام تعبيه وراء، انه هو ما بده شيء ساعه ساعتين زمن على بخصها السنه كلها يعني. وطبعا زي ما كان كان شو لوجن، هي تكون انت اصلا مظلومة بس انت عم تسوي شو لوجن، فمجرد تعمل دوخ عليها ما تعمل جداولة انت بايدك وتقعد تنصب على الاكس اللي هو كنت مكتوب، وحتى ما تنسى اي شو موجود هو مكتوب انه انت عامل هي عامل هي عامل هي عامل هي عامل هي. تماما. بس هو يعني بالزيلفس انسبكسيون كمان انه لازم تعمل كوريجيرنج للاخطاء اللي انت اكتشفتها، فهي بتاخذ وقت. يعني مو بس انك انت تشوف انه شو الاخطاء اللي عندك بالصيدليه، وانما حتى تعمل لها مسنامه للتصليح وتعمل لها كوريكتور، وهي الشغله بتاخذ وقت. هون هي بتكون فقره موجوده يعني عندك وشو تماما، انه انت شو طلع عندك فيلا بالزيلفس انسبكسيون، وشو المسنامه اللي انت اتخذتها لتعمل كوريكتور لهالفيلر. ايوه اخي اكتب عندي يعني طيب انا غالبا الاسئله اللي عندي خلصت. هلا فكر اذا عندك اضافه. انا ما افكر هل في شيء ثاني حكى بخصوص يعني توقع اسمع هذا الحكي صراحه عنده فكره لا باس بها معقوله عن هو موضوع كبير كثير بس على قليل يعني بس احنا بس عم نقرب تمام للتطبيق العملي يعني. تماما، يعني مثل ما قلنا عمار، يعني موضوع الكو ام اس عباره عن يعني بحر، اذا واحد بده يتوسع فيه كثير يعني بياخذ منه وقت. الخطوط العريضه تقريبا حكينا عنها، يعني اساس الكو ام اس شو بيعني، شو الشغلات المهمه لازم واحد ينتبه فيها بالصيدليه، مين اللي ممكن يكون مسؤول عنها. خطط العريضة حكينا عليها، ما بعرف إذا في حدا من الزملاء أو الزميلات عندهم سؤال. طلع إنه والله لا غالبا بس كان أخذ عبد المنعم وكان عنده، بس الباقي كلهم كانوا مستمعين. تمام خلاص، معناه ما حنطوع عليكم كثير، بكون على دوام كلياتنا. أنا كثير بشكر هالثوان هي عمار البضعف اللي هون زميل عمار. في حال بأحد السنوات نصير نعمل جيفيردوم جو تايلو، مثل ما حكينا شو تصرف المفروض نعمله، اللي هو هذا الشقين. هو طبعا الجواب هذا في جيفيردوم جو تايلو للكفارشتو، وفي جيفيردوم جو تايلو للصيدليين كلها. خير شو عم اقول لك انه بيطايلوك اذا كان موجود بالكوم اس يعني تضرب هلا جيف بيردونز بيورتايلونج بينعمل للصيدليه مره واحده. إيه تماما، مره واحده بالسنه. هلا الزميل عمار عم بقول انه اذا نسينا انه نعمله اكيد بينعمل، يعني واحد لما تذكره بينعمل وبيتوثق بهالشيء هذا. موضوع انه بسيط، انه لا نسينا نحن ورحنا هلا سويناه، والتاريخ الجديد اللي سوينا فيه. وهو بيكون على الشكل التالي، هي الشيء يذكر انا كوني يعني هلا ضمن الموضوع هذا يعني. بالنسبه للجيفار توب، وانت تكون او عندك كتاب اسمه جيفار توب او يعني انه متاكد انه انت مقدر الاخبار اللي عندك يعني موجود وعامل شغل للناس. تماما، بالنسبه للجيفارشتوفه انه لازم انت تعرف اول شيء انه تعمل لسته بالجيفارشتوفه اللي عندك باللابو. اي طبعا طبعا هيك نعمل لها اكتواليزيشن كل سنه، وانك تخبر البيرسونال اللي بيشتغلوا عندك باللابور بهالموضوع هذا، وانه كيف شو هو خطوط التعامل مع هاي المواد، ويكون في عندك كمان باللابور نقول يعني التعافات الاوليه، بحيث اذا لا سمح الله صار كونتاكت غلط مع هالمواد
كيف يكون يتم التصرف مع الموضوع او كيف يتم اسعاف الموظف يعني. تمام. فتكون عندك انت لائحه للفرنشايزز فيها شو اللي عندك وقديش كميتهم وهل مزروع عليهم البكتوغرامات بشكل مضبوط والكلام ده كله، وتكون عامل لهم شو لوجن وهيك، ويكون عندك الماتيريال المرجع الفيلم تكون عندك. هلا في كيفرد بي او تايلوج لا صدريه كلها، وهذا موضوع ثاني وهذا كمان موضوع مهم وفلشت يعني لازم نعمل دائما. هذا في بالعاده ام بيتر في يعني كتاب او حتى ملف واحد يشتري شوي 25 يورو بتذكر انا، بيكون هو بكل قسم بالصيدليه يعني مثلا بيقول لك انت فورنيتور اذا واحد موظف صار عنده اجهاد ستريس كيف ممكن تتعامل مع الموضوع، طب اضاءه صيدليه اللي هي مزعجه للعين اللي هي كذا، في تفاصيل كثير بكل قسم صيدليه فورني لاجا عند النوت ديز عند كذا كله هي مكمس تخطير مخاطر وسؤال شو هاي المخاطر شو المفروض تعملها هل تعملتها او لا تماما. يعني انا كنت مثلا مره فورني يعني عم بشتغل فسمعت انه البي تي اي عم تقول انه البلكسي شايبه طبعا هدول اللي حطيناهم من وقت الكورونا يعني انه عم بتعاني منه الموضوع انه هي بتحط نظارات مع البلكسي شايبه مع انه عم بصير عندها كثير انعكاس للضوء يعني عندها بالنظارات هالشيء عم يزعجها يعني عم بيعمل لها اجهاد. يعني هاي الملاحظه او هاي الشغله اللي سمعتها انت مثلا من المتربعتر عندك انه بدك يعني تنتبه لها انه طبعا اذا الموضوع طبعا خصوصا تتكرر يعني انه ما في شيء هون في عنا مشكله لازم نلاقي لها حل يعني. مثلا كان جدا بسيط انه تغيير زاوية الضوء مثلا يعني كان جدا بسيط يعني صح إيه. مثلا يعني هالشيء اذا انت عملت له دوكيومنتاسيون وحطيته واجاك الامس ابو تيكر وشافك انه انت وصلنا له راح هذا السبب يعني اللي بحبه هذا تماما هو او مثلا انا بقول اشياء مثلا انه اذا واحد معه يعني تعب في الزبائن او كذا طب هذا كيف يعني بصير عنده بيرن اوت شو بيعمل؟ انت بتكتب انه في نحن في عندنا صوفه ورا لو صار في عندنا حسينا انه في انه كان بدها تمد عليها شوي او بتكون هي حتى محميه من الضوضاء يعني شيء من هالقبيل. هو فعليا في يعني عملي يعني هو فعليا ممكن الواحد يعني حقيقه هيك يعني انه يكون هذا خطر وكيف الواحد بيتعامل معه. هلا في يعني في من الصيدليات حتى انه موضوع انه بتجيب للمتربعتر شوكولا انه معتبرتها هاي الشغله من الشغلات بتحسن نفسيه المتربعتر اثناء العمل يعني هاي مو مزحه يعني انه ممكن افكر لو فكر فيها هي عن جد انت لو جايب شوكولا هذا اليوم ممكن شيء بسيط يعني والله عم تفكر صراحه تمام طيب تمام انا ماشي على اسئله ثانيه. طيب انا كثير بشكرك زميل محمد، شكرا كثير لوقتك ولتطرق على اليوم اخطاء تقنيه صارت بالبدايه اللي هي والله ما بقيت حدا يعني وشكرا كثير لك عمار وعلى الدعوه من الجمعيه. نتشكر كمان كل الزملاء والزملات اللي كانوا عم تسمعونا. طيب يلا تصبحوا على خير ان شاء الله، وان شاء الله يكون لكم سعيده وبكره ان شاء الله يوم عمل جميل، و نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. الفيديو القادم مصيبه الاهتمام ان شاء الله، اعلانه بعد كم اسبوع ان شاء الله. محمد شكرا كثير لك ولك سعيده ان شاء الله. يلا يعطيك العافيه. صح وانت من اهل